شوهم من جنسو خاصهم يبداو. سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء اموركم تمام؟ هذا الشيء كامل باش من الصباح نقلب على التصويره اللي يكون واضح لكم فيها الفيتامينات وبوالو. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء اموركم تمام؟ كيف دايرين مع هذا الجو والصهد البرد؟ الصهد البرد لاعبين ولا غريب كتلعب معنا. ايوا البنات، مهم بغيت نرجع نذكركم بالفيتامينات اللي انا كناخذ والفيتامينات اللي كنت قلت لكم شحال هادي غنهضر لكم عليهم. فاليوم غادي نهضر لكم عليهم ونشرح لكم كل واحد ونحاول نعطيكم شنو مفيد لا يشكي لا يقوى هكذا، وشنو تاخذوا الفيتامينات اللي مهمين اللي ديما كنانسيست عليكم تاخذوهم. وكنقول لكم هادو ضروري خصكم كل بنت يعني في هذه الوقيته ديال تبدا تكبر، ديال ماشي تبدا تكبر، من العشرينات تبدا تاخذي فيتامينات اولا دي كومبليمون اليمونتير اولا سوبليمون اليمونتير اولا اللي بغى يكون. المهم تاخذي فيتامينات مينيموم على لاج دو 20 طون تبداي تاخذي فيتامينات في حياتك الا ما كنتيش كتاخذيهم طبعا قبل. انا هو دو بريفيرونس تاخذيهم من العشرينات باش نضمنوا انه ما يبقاش شي مشاكل اخرى، مع انه كاين اللي كياخذهم قبل من العشرينات. المهم بنات، كيف كتعرفوني هضرت لكم على بزاف الفيتامينات، ولكن اللي انا بزاف بزاف يعني ممكن نقطع اي واحد، ولكن شي وحدين ما نقطعهمش هما هادو. غادي نهضر لكم اول حاجه على الكولاجين اللي مهم 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 بزاف البنات. الكولاجين باش نحافظوا على بشره نقيه، بشره نظيفه، بشره تكون فيها واحد ليكله اولا واحد اللمعان، اولا بشره تكون صحيه هيلثي تبان انها فريش، وفي حتى في سميتو ما تكونش شارفه، يعني لابو ديالنا ما كتشربش اللي كنا كنعطيوها كولاجين، لان ملي كنبداو نكبروا نسبه الكولاجين كتنقص من الذات ديالنا والجسم ديالنا ولابو ديالنا كامله، سواء في الشعر سواء في الوجه او البشره بصفه عامه. فضروري ناخذ كولاجين يكون عباره عن كومبريمي، وكاين اللي كيكون بودره. انا ننصحكم شنو دائما كنقول لكم شنو الافضل، الافضل تاخذي البودره. كاين اللي كيكون بفليفر يعني بنكهه، او كيكونوا مدخلين عليه اي نكهه يعني سوا مونك سوا ليمون سوا فريز سوا بلو بيري سوا اي حاجه كتكون داخله باش تقدري تستطعميه وتاكليه اولا تشربيه بلوتو لانه كيتشرب. وكاين اللي كيكون كيتخلط مع جو دورانج حتى هو مزيان. علاش؟ لان الكولاجين ضروري تاخدي معاه فيتامين سي باش كيعطيك واحد ما عرفتش كيفاش نقول لها، حيت الكولاجين مع الفيتامين سي راه اونتي اوكسيدون، فيتامين سي كولاجين، فهو غيعطيك واحد اللمعه وكيصفي اللون وكيدير توحيد لون البشره. ماشي بالضروره نهتموا بالكريمات وداكشي ونساو التغذيه، راه التغذيه قبل ما يعني خصنا نغذيو ذاتنا من الداخل قبل ما نغذيوها من برا. الا ما كناش كنغذيوها من الداخل راه واخا تبقاي ديري في الكريمات واخا تبقاي ديري في ما عرفتش بالتغذيه ديال البشره ديالنا من الداخل او الشعر او اي حاجه، يعني ما عطيناهاش مغذيات اللي هما طبيعيه او فيتامينات طبيعيه من الاكل، نشوفوا واش كناكلوا واش كنشربوا واش كنديروا، عاد نهتموا بها بال يعني بحال هكا فيتامينات ماسكات كريمات، هذوك كيبقاو ثانويين. انما ضروري نغذيو الذات ديالنا من الداخل. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، يعني الداخل بعدا خصو يتصفى ويتنقى. على الاقل هاد الفيتامينات كيعاونوا كيعطيو واحد بحال كيساعدونا الناس مثلا اللي ما تاكلوش الخضره، الناس اللي ما تاكلوش بزاف الفروي، الناس اللي ما كياكلوش شي حاجه اللي فيها منفعه ولا هكا. هاد الفيتامين تعرفوا نرشد التليفون بيدي عاك زعما باش نجيب تريبي تريبي راهي تما حيت ما غنلقاش كيفاش نحطها هكا مزيانه. سو الناس اللي ما كيقدوش ياكلوا مثلا بحال هاد الشيء خضار وهذا وهذا كيساعدوا راسهم بهاد المكملات الغذائيه اولا هاد الفيتامينات اللي تنسميوهم حنايا فيتامينات ولا هذا، وخصوصا الفيتامينات اللي مفيدين اللي فيهم اونتي اوكسيدون فيهم فيتامين سي فيهم أو علامة التقدم في السن وغير هادشي كامل كيعطيوك واحد تفتيح البشرة، لأن فيهم كما قلنا فيتامين سي وفيهم أنتي أكسيدون اللي هي مضادات أكسدة. فكولاجين كيساوي فيتامين سي اللي هو هذا. فيتامين سي ضروري تخد مع الكولاجين، يعني الا شريتي واحد فادر غتشري معاه الاخر وهكذا، فهمتوا؟ بالنسبه لهذا كيفاش كيتخاد الكولاجين، كتاخذوا 1 سبون بلاتي. دابا خصني نجيب تريبي، تسنى تريبي صغير ما مشيت جبت الاخرى، الاخرى ما فيهش اللي يبقى نضربه مع ساعه باش نقاده. اوكي نحاول ما بقيتش نشد بيدي باش من انه ميك اب وكنا كندور. الوغ اي كولاجين كتشري كتجيب كيكون فيه هذا السبون هذا اولا هذه المعلقه هذه كتكون داخل. اوكي ضروري كتلقاها البودره كتكون هكا. كاين اللي كيكون فيها نكهه دو بريفيرونس تاخذوا اللي ما فيهش نكهه حيت مفيد وصحي اكثر من دوك اللي كيكونوا ضايفين ليه نكهات. اوكي نصيحه، اللي هو راه طعمه نوتخ يعني ما فيهش شي مذاق خايب، عادي بحال ما عادي ما كتحسيش بشي مذاق اللي ما غيكونش. وكاين اللي كيكون فيه طعم ليمون طعم بلو بيري كما قلت لكم مونغ، اولا هو كيتخلط مع الليمون كيكون هو كتضيفيه مع عصير ليمون اولا اي نوع ديال العصير وكتشربيه.
هذاك تضيفي سبون واحده ملعقه واحده في كاس ديال الماء الصباح وكتشربيها، ومن بعد كتاخدي كومبريمي من الفيتامين سي. اوكي هادو ضروري تكملوا. قلت لكم دابا الكولاجين انا خصني تخدم مع فيتامين سي، وقلت لكم شنو الافضل تاخذوا. طبعا هذه راه كتكون فيها واحد كدير لك واحد المهم فيها 200 غرام، يعني كتدير لك واحد المده. فيتامين سي راه على حسب خذوا اي نوع، ماشي بالضروره تكتفيو بهذا الشيء. نو واي كلاكسون. بالنسبه اللي غيبغي ياخذ هذا المنتجات ديال امريكا راه غنخلي لكم الباج فين تاخذوا هذا الشيء، مي كناخذ هادو لانني انا مجربه معرفه وما كان شي حاجه، يعني اللي كنقول لكم دائما سيرتيفي ومضمونه. قراو وعاودوا قراو وقراو اللور شنو مكتوب، شنو المواد اللي فيه، شنو هذا اللي ما مفيد اللي ماشي مفيد، وديروا بحث ديالكم في جوجل في يوتيوب باش تعرفوا شنو النوعيه تقدروا تاخذوا، لان راه دابا فيتامينات ولاو متوفرين في الاسواق، ولكن دائما كثره الحاجه كتولي كتدخلك للشك. فراقبوا شنو كتاخذوا، شنو كتشريوا، شنو كديروا. اوكي ندوزوا لثاني حاجه اللي هو الفيتامين دي. الفيتامين دي ضروري تا هو تاخذوا البنات. واحد النصيحه بالنسبه انا داخله عند الكاميرا دي مهجمه، بالنسبه للبنات الفيتامين دي. اوكي بلاتي خدوا هذا الشيء باش نرجعوا هذه شويه هنا. اوكي واخا هكا مزيان شوبونس نرجع انا وقرا كيما هجمه عندكم انا في الكاميرا. فيتامين دي البنات كاين اللي كيقول لك ناخذ فيتامين دي طبيعي. اوكي خدي فيتامين دي ولكن ما تفوتيش واحد 5 دقائق ولا 10 ماكسيموم في الشمس، 3 ايام او هكا في الاسبوع كافيه. ما تعرضيش وجهك للشمس اول حاجه، لان هكا كتديري امراض اخرى وكتولي في مشاكل اخرى. وحاولي دائما تعرضي الجسم ديالك للشمس كثر كثر من القياس، راه ما غكضري راسك، راه ما كتفيديش راسك. ثاني حاجه الفيتامين دي مع الكورونا، قلت لكم انه كاين ثلاثه الفيتامينات كتقاوم اولا كتحميك من الكورونا، اللي هما منهم فيتامين سي، منهم فيتامين دي، والزنك. الزنك سالا كنقلبت غير على هذا باش نوريها لكم، هو نفس لا مارك ديال هذه ما لقيتهاش. المهم ثلاثه هما اللي كيقاوموا، وتا فاش كتطلي يستر شي حاجه جات كورونا الله يستر ولا هذا، وكيمشي للفارماسي فمن بعين الادويه اللي مخرجه وزاره الصحه للناس اللي ياخذوا تريتمون ديال الكوكي، باش ما بقاش نقول فلان راه كتدير لي الفيديو. بالنسبه للكوكي وهذا هي فيتامين دي وفيتامين سي والزنك، هادو ثلاثه كيحاربوها وكيقاوموها. فسبق لي قلتها لكم شحال مره، وغير انه بلا هكاك راه مفيدين. سورسو الزنك الناس اللي كيعانيو من الشيب، كيبان لهم الشيب في شعرهم، وما واخا كتلقاي بقى صغيره كيكون عندك نقص في الزنك، خاصك تاخدي فيتامين زنك باش تعوضي داك النقص اللي عندك. غير انه مفيد بزاف الحاجات العظام، في فيتامين دي، فيتامين سي هضرنا عليه ومعروف بلا ما نعاودو نهضروا عليه. جو بونس كاع الفيتامينات راه ولاو معروفين دابا، كنعطيكم انا غير اشنو كاين. بغيتو هادشي كامل كما كنقول لكم تجمعوا في حاجه وحده، فعندكم سبيرولينا هو الحل الامثل. كلي كنحس براسي بحال دوك اللي كنقطع، حسيت براسي بحال دوك اللي كيديروا دعايات في التلفازه، داك تجيك الفاصل بين فيلم ولا مسلسل دو سورتو ديك السكيري موفي اللي ديال الخليه، القناه اللي ديال الافلام اللي كتجيب افلام ديال الرعب. باش كتسير الحل الامثل والحل السحري والحل المثالي هو حسيت براسي بحال هكاك دابا شويه غنبدا نقول لكم. المهم قلت لكم زعما هذا هو الحل المثالي اولا الحل السحري بالنسبه للناس اللي ما عندهمش القدره باش يشريو كاع هاد الفيتامينات اولا كاع هاد المكملات، كيختصروها في هذا لان فيه كلشي المنافع. راه هضر عليه دكتور محمد فايد، هضر عليه دكتور كريم علي، هضر عليه كاع الدكاتره كاع العالم دابا كيهضر على سبيرولينا. انما كنرجع نقول لكم كاينه سبيرولينا بودره، يفضل الا لقيتو بودره تاخذوها. في الاغلبيه شي مرات كوموندا تاخذي من اونلاين، شي مرات جابتها من امريكا، وهداك الشيء هنا ما كايناش بزاف في السوق، كتلقاي غير هذه. وكنقول لكم قلبوا واش مكتوب فيها بيو وسيرتيفي، تكون موثقه من وزاره الصحه، راه كتكون مكتوبه فيها هي فين كتبان لكم ما عرفتش معطو. المهم هاي هنا كتكون في البواطه سيرتيفي وكتكون بيو مكتوبه. هادو شي حاجات اللي ضروري تاكدوا منهم الا كنتو غتاخذوا سبيرولينا. انا شحال هادي كناخذ الحك الكبير، الحك الكبير كي بعد ما صافي كتعكزي تكملي وهو ريحته مجهده صافي كيزيد مع المده كتبقاي تشمي ديك الريحه كتنسيه، راني دابا مضره. فخذوا الصغير احسن لكم، فيها 120 حبه راها كافيه. هذا الصغير كاين، انا اللي عندي فيه 200 وشي حاجه، الكبير اللي شاركت معكم اول مره. سينو هادو علاش قلت لكم خذوا الصغير، باش تجي واحد المده حبسوه واحد الشهر ولا شهرين، من بعد خذوه وخذوا معاه الاسيرولا. الاسيرولا اسيرولا والله ما عقلت، واحد نوع اخر حتى هو ناني مشات لي من دماغي نو واي. المهم كنت قلت لكم واحد المره وريتهم لكم بجوج، كنت لقيت عندي التصويره غنحطها لكم، راه متشابه حتى هو بحال السبيرولينا، ولكن هو يفضل الا خديتيهم بجوج كتكوني زعما صافي راكي قاديتي المسائل. المهم بالنسبه لهذا
لكم مش ما نطولش عليكم حيت الجنون اللي عندي بداو كي غنوليو انا بالنسبه للفيتامينات كاملين البنات هما احسن حاجه تقدروا تاخذوا ك بنت باغا تحارب على ما تقدم سن الشيخوخه كل شيء كولاجين ما تقطعيش من حياتك. طبعا ممكن تعوضيه كذلك بال هذا بذور الكتان زرعة الكتان وسبق لي عطيتكم شحال مره ماسكات بها شحال مره قلت لكم ديروها مع الماكله شحال مره قلت لكم ديروها مع الدانون اولا الياغورت اللي كتاكلوا اولا ديروها غير في كاس اللبن اولا حليب وخليها تطلق داك لوجيل ديالها وشربيه اولا دخلوها في السلطات وفي الاكل ديالكم فيها نسبه كولاجين كثيره بذور الكتان اولا زرعة الكتان في المغرب كنقولوا. بالنسبه لهادو هما الفيتامينات اللي انا حاليا كنستعمل وكندير. طبعا راه كاينين بزاف الفيتامينات ما بغيتش نكثر عليكم كل مره كنحاول كل مره كنكون متبع شي حاجه كنهضر لكم عليها ملي كنقطع حاجه اللي بغيت نعاود ناكد بما انني قلت لكم ملي كنقطع البنات واحد النقطه مهمه ملي تكون متبع شي تريتمون ديال شي دواء او فيتامين او حتى كيف ما قلت لكم شي حاجه ديال الشعر شي حاجه ديال الوجه دائما دوز واحد المده ستوبيها ملي تكمليها يعني تكملي داك التريتمون او تكملي هادو كاملين حبسي وعاودي ديري حاجه اخرى اولا خدي شي تريتمون اخر اولا شي فيتامينات اخرين بحال المغنيسيوم بحال كاين بزاف ديال الفيتامينات ما غاديش نختن زعما فهمتي نبقى نقول لكم اشنو انما خذوا شي حاجه اخرى فيتامين اخر تقدري تخلي مثلا غير كولاجين وفيتامين سي وتاخدي معاه شي حاجات اخرين وتستوبيه شي وحدين وتبقاي هكا لان الا بقيتي على نفس الريتم ونفس الفيتامينات نفس الادويه نفس داكشي لي في ديالهم ما كيبقاش ياثر فيك الوغ الذات ديالك تعودت على داك الفيتامينات تعودت على داك الماتيغ اللي كيصايبوا بها داك الادويه اولا دوك الفيتامينات ما كتبقاش تاثر فيك ما كتبقاش تعطي نتيجه فدائما كنقول لكم ستوبيو شي حاجه وعاود رجعوا ليها من بعد يعني ديروا شي تريتمون اخر ولا شي شامبو اخر ولا كريم اخر ومن بعد عاودوا رجعوا على دوك اللي كنتو كتستعملوا كيفما ديما ديما لكم ديما الا بقيتوا على نفس الريتم نفس الروتين نفس الحاجه راه صافي مع المده راه ما كتبقاش تسقطي فيكم سو باش ما تبقاوش تضيعوا ولا تخويو الماء في الرمله ولا تبقاو تقولوا من بعد ما بانش ليا نتيجه ما شفت والو ما هذا ديما كنقول لكم ستوبيو داك التريتمون ملي تكملوه وبداو شي واحد اخر اولا شي جام اخرى اولا شي منتوج اخر اللي تكونوا طبعا واثقين فيه وعارفينه مزيان ومني ساليو عاوتاني رجعوا لهذوك اللي نتوما مدايرين وهكذا تبقاي تهرسي بهكا هكا وصافي. اهم حاجه انكم تقراو شنو كيكون مكتوب اللور تكونوا عارفين دوك البرودويات منين جايين وباش مخدومين وشنو فيهم اللور راه كيكونوا كاتبين لكم كلشي بالتفصيل فما فيها باش سيروا تقفوا راسكم شويه دخلوا اليوتيوب ولا الجوجل راه كلشي كتلقاوه دابا تما دخلوا غير القناه كريم علي دكتور كريم علي راه كيتلقاو كيهضر لكم على هادشي كامل اللي انا تنعطيكم راه ما راه اول مره انا شفت سبيرولينا بالبلت اختي وباش قلتها شفتها عند الدكتور كريم علي اختي من نهار وريتها داك الطبيب ما بقاتش كتفرقوا ولا تتبعاه يقول هذه هذه الملحه ديال الهيمالايا هذه 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 كلشي دابا شي دابا كتاخذ منه فكره كتستافد منه هذا فيتامين قالك ما تاكليش هادي ما ديريش هادي حيت عارف اش كيقول الوغ كو عندنا حنا الدكتور محمد الفايد هو في المغرب كيعطينا بحال هاد النصائح وانا كنعطيكم داكشي اللي عندي خبره قليله كنحاول نشارك معكم وصافي يبقى لكم نتوما حريه الاختيار ديروا اللي عجبكم انا غير كنعطيكم اشنو كاين وكل واحد يشوف اللي مسلكو اللي ما مسلكوش وصافي هادشي اللي كاين البنات الا عندكم شي تساؤلات طبعا كتبوا لي كومنت وراه نجي نجاوب الاغلبيه كيسقطوا اللي كيكونوا بحال هكا هادشي ديال الفيتامينات حاجه مفيده مهمه جدا مع انني اغلبيه كنجاوب زعما بزاف ماشي ما كنجاوبش واخا تكون تافهه اوكي صافي هادشي اللي كاين ما تنساوش ديروا لي لايك كومنت وتبارطاجيو الفيديو وقولوا لي شنو عليا شي فيتامين تبغوني نهضر لكم عليه ولا شي حاجه ولا شي تخربيقه ولا شي فيتامين يعني تكونوا باغيين تاخذوها ولا شي حاجه سمعتوا عليها ولا هذا وباغيين تاخذوها قولوها عليا ونشاركها معكم ونهضر لكم عليها الا كنت طبعا مجربه ولا هذا وهكذا نديروا على ريفيوز وشنو اخر والله ما بقيت عارفه اش باغي نقول يلا ملي كيبداو هادو ينبحوا وكيبداو يصدعوني صوت الاخرين تعطلت عليهم خصني نبطو بيني كان دماغي كيحبل الافكار ديالي كتقطع يلا البنات تهلاو لي فراسكم نشوفكم في الفيديو الجاي صافي بالنسبه للبنات الفيتامينات اللي بغا ياخذهم من الويب سايت عندنا راه غنخلي لكم الويب سايت هنا في شي بلاصه دخلوا راه سيكوريزي راه داكشي ماشي شي دغيا تخافوا تاخذوا شي اونلاين تخلصوا بلا كارت ويوصلكم حتى لباب الدار عن طريق امانه او عن طريق البوسطه او كل واحد على حسب اشنو بغى وعلى حسب المدينه اللي هو فيها سو لا باج راه نخليها لكم هنايا وصافي تهلاو فراسكم لاف يو اول باي